على ركام المنطقة القديمة صدحت تكبيرات العيد في أقدم جوامعها. يحاول المصلون أن ينقلوا رسالة تبين حجم الدمار في مدينة الموصل، والذي مضى عليه أكثر من 3 سنوات ولا يزال على حاله. هذا المسجد ليس مأهولا للصلاة، لا تقام فيه صلاة الجمعة ولا الجماعات، إنما أقيمت فيه صلاة استثنائية وهي صلاة العيد، أيضا كما ذكرنا للفت النظر إليه. جاء الناس ما إن سمعوا بالصوت حتى اكتظ المسجد بهم، طلبنا منهم أن يصلي كل منهم أن يسجد على ظهر أخيه الذي أمامه من شدة الزحام الذي جاء، وهم فقط سمعوا صوت التكبيرات قبل الصلاة. الصلاة رسالة واضحة، تأكيد الصلاة بوسط الدمار بدون أي إعمار للمسجد، على التمسك بهوية المدينة، تمسك بآثار المدينة، تمسك بهوية المنطقة. ملامح حظر التجوال طغت على المشهد في مدينة الموصل، انعدام الحركة وتحديدها بقرارات صارمة شلت الحياة في المدينة وأثرت على ذوي الدخل المحدود بشكل خاص. ظاهرة حظر التجوال تأثر على المواطن الفقير أصحاب الدخل المحدود، ويفترض يعيدون ويكملون، ووراها إذا صار حظر التجوال يوم يومين ساعات معينة معدودة فيها مجال، بس علينا وعلى الفقارة وملاحقينها، يعني حتى الأيام العادية البلدية ملاحقين الفقير، وسط الأيام العادية ممنوع التجوال، زين الفقير مين يجيب فلوس؟ هسا أنا عندي 7 أطفال وبيت إيجار مين أجيب؟ في أول أيام العيد لم تظهر أي ملامح للاحتفال، واقتصر إقبال الأطفال على الألعاب البسيطة داخل المناطق السكنية بعد قرار غلق المتنزهات والمرافق السياحية بشكل عام. ما لقني ما سعي لقني شلون عايشة شلون متونسة؟ ليش بس الشعب هذا الموصل مظلوم؟ ما أعرف يعني سنين شنو سالفة؟ مقصودة للشعب؟ يعني مقصودة باليوم هذا؟ يعني تجيب لك طفل تقول له يابا صار سوء منع هذا التجوال ما يقتنع. تطبيق حظر التجوال الوقائي في محافظة نينوى اتسم بالالتزام الجبري من سكانها، والتخفيف من الإجراءات أصبح مطلبا للكثيرين منهم، فرغم ما يحمله الحظر من إيجابيات في الحد من انتشار الوباء وخصوصا في تجمعات الأعياد، إلا أن ما يتسببه من ضرر على الطبقة الفقيرة قد يكون أشد ضررا من الوباء ذاته. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.